أهلا وسهلا طلابنا الأعزاء، صف الأول قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات بجامعة النهرين، وياكم دكتورة أمينة محمود بكورس إلكتريكال سيركت 1. محاضرتنا لهذا اليوم راح تتضمن النتورك ثيرمز، وهي مجموعة من ثيرمز نحتاجها. هذه راح ناخذ هذا الشابتر الثيرمز اللي هي متعلقة بالنتورك، مثل السوبر بوزيشن، الثيفنين، نورتن اند ماكسيمم باور ترانسفير ثيرمز. طبعا هذه ايش وقت استخدمها النظريات؟ استخدمها من تكون عندي الدوائر، لا هي تكون دوائر بارالل ولا سيريز، تكون كومبينيشن لمجموعه من الاليمنت، وكان تكون مقاومات يعني ريزيستنسز وفولتج سورس كارنت سورس. هذه ما راح احلها بالطرق التقليديه اللي تعلمناها بشابتر 7، وانما راح احلها عن طريق النظريات. اول نظريه اللي راح ناخذها هي نظريه السوبر بوزيشن. سوبر بوزيشن هي إذا كان أنا عندي بالدائرة أكثر من مصدر، فراح أشوف تأثير المصدر، كل مصدر على حدة، وبعدين أجمع التأثيرات لإثنيناتهم. سوبر بوزيشن ثيرم can be used to find the solution to network with two or more sources that are not in series or parallel. فإذا كان عندي أكثر من مصدر واحد، مصدرين أو أكثر، راح وعندي ما مربوطين هذول المصادر لا ان سيريز ولا ان بارالل، فراح احلها بنظريه السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن ستيت ذات فولونج ذا كارنت ثرو اور فولتج اكروس ان اليمنت ان ا لينير باي لاترال نتورك از ايكوال تو ذا الجبريك سم اوف كارنت اور فولتج برودوس اندبندنتلي باي ايتش سورس. فاذا اذا منكم عندي اكثر من مصدر، راح اخذ تاثير المصدر الأول والمصدر الثاني على حدة، وبعدين أجمعهم كالجبريك سم. الجبريك سم يعني شنو؟ منتجين هاي عبارة الجبريك سم شنو معناتها؟ إحنا حكينا عن الموضوع هذا، شنو الجبريك سم؟ شنو فرقه عن السميشن العادي؟ لا، الجمع الجبري يعني أني آخذ القيمة والإشارة مالتها، يعني خمسة أجمعها وي بلس فايف بلس فايف، من أجمعهم مش قد يصيرون بلس 10. إذا كان عندي بلس 5 مثلا وماينس 3، إيش حصير؟ بلس 5 بلس الماينس 3 قد يصير؟ راح يصير بلس 2. الجمع الجبري هذا المصطلح متعارف عليه بالرياضيات، إنه من أنا عندي الجبريك سم يعني آخذ الماجنيتيود هو والإشارة مالته، هذا يسموه الجبريك سم. فمثلا إذا كان عندي سورس تو سورسز أو تو كارنت، واحد إشارته موجبة واحد اشارته سالبه، الالجبريك مالتهم سم حيكون سبتراكشن هيك. بس العباره الدارجه بالرياضيات انه الالجبريك سم يعني الرقم هو واشارته، بغض النظر عن انه كان هو خلينا نقول سبتراكشن اور اديشن هيك. To consider the effect of each source independently required that source be removed and placed without affecting the final result. فإذا شو أحتاج؟ مو أنا عندي مثلا خلينا نقول عندي مصدرين وأريد آخذ كل مصدر على حدة، راح أشيل واحد من المصادر وأشوف تأثير المصدر الثاني على الدائرة، وبعدين الحالة اللي بعدها راح أرجع المصدر الأول، راح أرجع المصدر الأول وألغي المصدر الثاني وأشوف تأثير المصدر الثاني على الدائرة، وبعدين اجمع التاثيرين هذول اجمعهم واطلع الريزلتنت فاليو النهائيه. فمثلا انا عندي خلينا نقول اذا فولتج سورس، من الفولتج سورس اسوي له ريموفينج، اشيله من الدائره بهذه النظريه، ايش راح اخلي بمكانه؟ اخلي بمكانه شورت سيركت. اذا كان عندي مصدر للفولتج خلينا نقول باتري، اذا ردت اشيله واشوف تاثير المصدر الثاني اللي من الدائره، اخلي بمكانه شورت سيركت. بينما اذا ردت عندي كارنت سورس واريد الغي تاثيره بالدائره، راح اخلي بمكانه اوبن سيركت. زين، اذا كان عندي انترنال ريزيستنس بالمصادر، احنا اتفقنا بالمحاضره السابقه اخذنا قلنا اذا كان عندي ايديال كارنت سورس او فولتج سورس ما بي مقاومه داخليه، نو انترنال ريزيستنس، لكن اذا كان بي مقاومه داخليه، المقاومة الداخلية بالسوبر بوزيشن ثيورم تبقى فقط تلغي تأثير المصدر، أما المقاومة الداخلية راح تبقى كما هي بالدائرة.
فهذا هنا أنا راح نوضحها بالشكل اللي قدامكم، انه اذا كان عندي خلينا نقول هذا هو فولتج سورس وهذا هو كارنت سورس. للسوبر بوزيشن اذا ردت الغي تاثير الفولتج سورس اذا كان هذا ايديال، احنا قلنا هذا ايديال. ليش ايديال هذا الفولتج سورس؟ لانه ماكو عندي في انترنال ريزيستنس، بدون انترنال ريزيستنس عامله تاثير الانترنال ريزيستنس. فاذا ردت الغي تاثير هذا المصدر اللي هو فولتج سورس احطه بمكانه شورت سيركت. واذا كان عندي كارنت سورس اريد الغي تاثيره وكان ايديال، ايش حيكون عندي؟ راح اخليه بمكانه اوبن سيركت. اما اذا كان عندي براكتيكال او هذا يسموه براكتيكال او النون ايديال فولتج سورس، من راح اشيله اشيل بس الفولتج سورس هنا اخليه بمكانه شورت سيركت، والانترنال ريزيستنس له راح تبقى بمكانها. كذلك اذا كان عندي كارنت سورس ويا انترنال ريزيستنس، اللي راح اشيله هو الكارنت سورس، اما الانترنال ريزيستنس اللي راح تبقى بمكانها. فالتوتال كانت هنا through any portion of the network is equal to the algebraic sum of the currents produced independently by each source. فالنتيجة النهائية إذا أردت مثلا في المقاومة أريد أحسب بها التيار النهائي، حيكون حاصل جمع تأثير كل مصدر من مصادر على حدة. فإذا كان عندي for two source network, if the current produced by one source is in one direction while that produced by the other is in the opposite direction through the same resistor, the resultant current is the difference of the two and has the direction of the larger. فإذا كان عندي دائرة بها مصدرين وعندي فد جزء من الدائرة أبدأ أحسب به التيار، حسبت تأثير المصدر الأول وطلع باتجاه معين التيار، من حسبت تأثير المصدر الثاني طلع بعكس اتجاه التيار اللي حسبته بالحالة الأولى. بهالحالة إيش راح يكون الريزلتانت كارنت؟ هيكون حاصل الطرح اللي بيناتهم لكن باتجاه الأكبر، أكبر قيمة اللي حصلتها من تأثير المصدرين هي راح تكون اتجاه التيار الحقيقي، لكن النتيجة النهائية راح تكون هي حاصل طرح القيمتين اللي حصلت عليهم بالإفكت الأول الإفكت of source والإفكت of second source. أما إذا كانوا بنفس الاتجاه إيش حيصير عندي؟ أكيد راح يكون عندي حاصل جمعهم. هنا غلط أكو ملاقي. If the individual current are in the same direction, the resulting current is the same of the two in the direction of either current. فإذا حيكون عندي حاصل جمعهم واتجاههم راح يكون عندي نفس الاتجاه مال اي واحد من عندهم. Superposition principle is not applicable for power effect since the power loss in a resistor varies as the square non-linear of the current or voltage. احنا قلنا superposition نحسب بها التيارات والفولتيات في جزء معين من الدائرة، لكن من اجي اريد اطبقها على الباور ما راح اقدر اطبقها. ليش؟ لانه الباور دائما هي تكون حاصل ضرب two variable اللي هو التيار والفولتية أو مربع التيار تيار سكوير أو الفولتج سكوير بيها، يعني بيها فاكتور اللي هو أما يكون عندي V سكوير في R على R، أما يكون I سكوير في R، أما يكون I في R. فهذولا شي سبب لي إنه ما راح تكون العلاقة خطية، حتكون نون لينير لأن عندي بها سكوير وعندي two variable إذا كان دي في اي. فإذا ما تنطبق، يعني من أجي حال نقول أردت أحسب في جزء من الدائرة الباور، ما راح أقول الباور الكلية تساوي لي الباور نتيجة المصدر الأول زائد الباور نتيجة المصدر الثاني، لا أكو غير طريقة حتى أحسبها. ليش؟ مثلا لو خلينا نقول هذا الجزء أريد أحسب الباور بهذا الجزء، فإذا عندي تأثير المصدر الأول إيش حيكون؟ V1 equal I1 square by R. زين، إذا تأثير المصدر الثاني إيش راح يكون؟ ال P2 ال I2 square by ال R. ال P total هنا إيش راح يمثل لي هنا؟ Applying superposition theorem, the total current through the resistor due to both current source is I total. يعني إذا أني هسه
التيار هنا بالحالة الأولى أو تأثير المصدر الأول هو I1، تأثير المصدر الثاني I2. إذن التيار الكلي ايش حيكون؟ يساوي لي التيار الكلي بهالحالة راح يساوي لي الـ I total equal الـ I1 plus الـ I2. هذه الحالة هي الحالة الصحيحة. P total اللي حصلها هي حتساوي لي الـ I total square هذا اللي طلعته by R. يعني ما راح أطبق هذه العملية اللي هي الـ P1 plus P2، لا، راح آخذ الـ P total equal الـ P total square اللي أطلعه منه أنا، أربع هذه القيمة، يلا أضربها في R. زين، ليش؟ هذا سبب إنه أنا عندي الحالة من راح أربع هذه القيمة، خلينا نقول هذه القيمة، وأربع القيمة الثانية، يطلع لي هذا، يطلع لي بالنتيجة إنه الـ P total equal الـ P1 plus الـ P2، وحتكون بهذه اللي هي I1 square plus الـ I2 square، وأطلع العامل المشترك هنا المفروض يساوي لي الـ I total square by الـ R، أو أقدر أقول إنه الـ I total square equal الـ I1 square plus الـ I2 square. فإذا بهالحالة هذه نقول إنه superposition which clear clear different from expression obtained from the addition of power level. فإذا معناتها هنا بهذه الحالة، هذه الحالة هنا وين اللي هي هذه P total، هذه ال P total راح تفرق عن هذه الحالة اللي إذا جمعت ال IP1 و يعني الحالة مالت ال P1 من الحالة الأولى وال P2 من الحالة الثانية. بس هذه راح نشوف شلون حنطبقها. The total power delivered to a resistor element must be determined using the total current through or the volt, total voltage across the element and cannot be determined by the simple sum of the power level established by each source. فإذا الملخص أنه أنا ما راح أقدر الباور الكلية في جزء من الدائرة ما راح أقدر أطبق عليه superposition، يعني شنو؟ ما أقدر أقول إنه الباور نتيجة المصدر الأول زائد الباور نتيجة المصدر الثاني تساوي لي الباور الكلية، ما أقدر أقول هذه العملية، وإنما أطلع التيار الكلي أو أطلع الفولتية الكلية وبعدين أطبق عليها الباور. هذا راح نجي نطبق بإكزامبل بهذه الدائرة. يريد ما عندي أطلع التيار الـ I1 بالإليمنت اللي هي 6 أوم. فإذا عندي هنا أنا بالدائرة مصدرين، المصدر الأول اللي هو voltage source والمصدر الثاني اللي هو current source. فراح أبدي أول مرة أطلع تأثير المصدر الأول. فإذا بما أنه أنا عندي هنا أنا voltage source، فإذا راح ألغي ال voltage source وأحطه بمكانه short circuit. حصير دائرة بهالشكل هذا. إذا حطيت هنا أنا short circuit مكان ال voltage source، حيصير عندي هنا هذا الشورت سيركت وين حيكون مكانه؟ حيكون مكانه على المقاومة. ايش اتوقع؟ من يقول لي تيار هنا حيمر بالمقاومة لو ما راح يمر بالمقاومة؟ يمر بالمقاومة. إذا أسألني عندي خلينا نقول واير منه مقاوماته زيرو، وواير ثاني مقاوماته 6 أوم، التيار اللي حيطلع منه يوصل لهاي النقطة وين يمر؟ دكتورة ما يمر بالمقاومة. شنو السبب؟ لأن التيار الثاني مقاومته أقل فيروح عليه. تمام، مو بس مقاومته أقل، مقاومته زيرو. فإحنا دائما التيار إذا عندي شورت على مقاومة معينة أو على جزء من الدائرة، التيار راح يمر بالشورت ويترك الجزء الثاني. فهاي انتبه عليها النقطة، إنه أنا عندي التيار راح يطلع من هاي النقطة إذا أراد يتفرع، فإذا كان أكو هنا مقاومة راح يتفرع فرعين، بس إذا شاف هنا أكو شورت كل التيار اللي موجود راح يمر بالشورت. إذا التيار اللي حيمر هنا بالـ R1 مش قد حتكون قيمته؟ راح تكون قيمته تساوي equal zero. يعني فهنا حكتب أقول بهذا الشكل the source current will choose the short circuit path and I1 dash. أكتب I1 dash. ليش أكتب I1 dash؟ لأن حتى أميز إنه أنا هذا الـ I1 داش هو نتيجة تأثير السورس الأول اللي هو الـ current source. ف
فإذا الكارنت هنا ايش راح يساوي لي؟ الـ I1 داش equal 0. زين، إذا استخدمت مثلا خلينا نقول أني ردت، يعني ما أعرف شلون أطلع التيار هنا، أنا ما أقدر يعني ما أميز أنه هذا شورت سيركت أو لا، يعني ما أميز أنه التيار بالشورت سيركت هو كله راح يمر كل التيار. إيش أقول إذا ردت أطبق الكارنت ديفايدر رول؟ إيش أقول الـ I1 داش إيش حيساوي لي؟ الـ R شورت سيركت باي I over R short circuit plus ال R1. بما انه انا عندي ال R short circuit هي 0، ال I عندي كلي هو 3 امبير، وعلى 0 over 0 اوم plus 6 اوم، ايش حتطلع لي النتيجه؟ حيطلع لي النتيجه رياضيا انه التيار اللي يمر عندي هنا equal 0. هاي اذا اني ردت احلها رياضيا. اما اذا اني راسا القفه واقول انه هذا شورت والتيار هنا على يعني الشورت هذا على المقاومة، إذا التيار ما راح يمر عندي بالريزيستنس، كله عندي يمر بالشورت سيركت. شو أرمز لهذا؟ قلنا أرمز له هنا I1 داش، يعني ليش؟ لأنه أنا عندي دا أحسب هسه أول مرة تأثير المصدر الأول. الحالة الثانية راح أجي أحسب التيار نتيجة السورس الأو الثاني اللي هو الفولتج سورس. فش راح اسوي بالنسبه للكرنت سورس؟ راح اسوي اوبن سيركت. احنا قلنا اذا كان عندي كرنت سورس احوله الى اوبن سيركت حتى اشوف تاثير المصادر البقيه. فبهالحاله هذه ايش تعتبر الدائره؟ يعني هذا اذا فتحت الدائره من هنا هذا كانما ما موجود عندي بالدائره. ايش تعتبر هذه دائره؟ تعتبر دائره سيريس. اذا الكرنت هنا اللي راح يمر بالريزيستنس R1 هتكون قيمته تساوي لي حكتبه الـ I1 دبل داش، هنا احط عليه شا يعني تو كوتيشن، يساوي لي ايكوال اي اوفر الار 1 ويكوال 5 امبير. طبعا اتجاه التيار الكلي راح يكون للاسفل، واحنا شو وين يلا هاي طلعها كلها لانه التيار الكلي هنا ايش راح يساوي لي؟ الاي داش بلس الاي 1 دبل داش، الاي 1 داش هو 0، الـ I1 دبل داش هو 5 أمبير، وراح تطلع لي النتيجة 5 أمبير واتجاهها إلى الأسفل. Not in the case that the current source has no effect on the current through 6 ohm resistor, the voltage across the resistor must be fixed at 30 volts because they are parallel elements. فإذا تأثير المصدر الثاني أو المصدر الكرنت سورس هنا ما راح يأثر لي على الدائرة، وتأثير راح يكون فقط تأثير الفولتج سورس. الإكزامبل اللي بعده راح نشوف هذه الدائرة اللي عندي. عندي 2 فولتج سورس ومجموعة من الريزيستنسز، طبعا هذا أنا ما أقدر أحله بطريقة السيريز بارالل لأن هم هذول الـ R1 والـ R2 والـ R3 لا هم سيريز ولا هم بارالل، فراح أضطر أستخدم النظريات واللي هي السوبر بوزيشن. فإذا أردت مثلا أحل الدائرة وأطلع التيار إذا عندي هنا بال 4 أوم ريزيستنس، فأجي أخذ تأثير المصدر الأول. من أقول تأثير المصدر الأول، إذا المصدر الثاني بما أنه فولتج سورس راح أحطه بمكانه شورت سيركت، فراح تكون الدائرة بهذا الشكل. هذه الدائرة راح تكون بهذا الشكل، أعوض بالفولتج سورس بشورت سيركت. هذه الدائرة ممكن أنه أرسمها بهالشكل هذا حتى أطلع التيار اللي مار هنا. أنا شو أستخدم؟ أستخدم الـ current divider rule أو أستخدم الـ يعني super هو الـ current divider rule أو كيرشوف voltage law أو كيرشوف current law. فش راح أطلع أول مرة؟ أطلع الـ R total. الـ R total هنا شو راح تساوي لي؟ الـ R2 in parallel with R3 plus الـ R1 حتى أطلع التيار الكلي. فطلعت الـ R total هنا طلعت لي 27 أوم. التيار الكلي هنا ايش راح يساوي لي؟ الـ 54 فولت over 27 راح يطلع لي التيار الكلي 2 أمبير. باستخدام هاي أريد أطلع هسه يا تيار، أريد أطلع التيار اللي يمر بالـ 4 أوم ريزيستر. إذا شو أستخدم؟ أستخدم الـ current divider rule. راح تكون عندي الـ I3 داش، أحط عليها داش لأنه أنا تأثير المصدر الأول equal R2 by I over R2
بلس الار 3 او القيم مالتها راح تكون 1.5 امبير. بعدها راح اجي اخذ تاثير المصدر الثاني. فاذا اسوي المصدر الاول شورت واخذ تاثير المصدر الثاني، تكون عندي الدائره بهالشكل هذا. التيار بما انه انا عندي المصدر هذا النيجاتيف منه والبوزيتيف منه، اذا التيار راح يطلع لي من المصدر حيكون بهالاتجاه هذا. يعني خلينا نقول اذا نرجع الدائره اللي قبلها، الكرنت بالار 4 او بال 4 اوم كان بهالاتجاه هذا، بينما بالحاله الثانيه اخذنا تاثير المصدر الثاني التيار حيكون بعكس اتجاه الحاله الاولى. ايش اتوقع اذا عكس الاتجاه؟ شلون اول مره شلون احسبه؟ راح احسب اقول انه مو احسب نفس الار توتال مال السابقه، لا راح اجي اشوف الدائره هسه تغيرت عندي. الدائره تغيرت، يعني ايش صارت؟ صارت الار 1 ان بارالل ويا الار 2 وان سيريز ويا الار 3. فراح اطلع الار توتال، شوف هنا طلعت، هناك طلعت لي 27، هنا طلعت لي 12. زين الآي 3 هنا راح تكون هي التيار الكلي اللي مار بالدائرة، يعني ما راح استخدم الكورشو الكرنت ديفايدر رول، راح أقول هو نفسه التيار الكلي اللي مار بالدائرة هو نفسه اللي ديمر عندي وين؟ ديمر بالفور أوم ريزيستنس. فإذا الآي 3 دبل داش إيكوال الإي 2 أوفر الآر توتال أند إيكوال 4 أمبير. وبما أنه اتجاههم متعاكسين عن الحالة الأولى عن الحالة الثانية، فمعناتها الاي توتال او الاي 3 الكلي شو يساوي لي؟ الاي 3 دبل داش ماينس الاي 3 باتجاه الاكبر حيكون 2.5، واتجاهها شلون حيكون؟ حيكون باتجاه الاكبر، يعني بهالاتجاه هذا من اليسار الى اليمين. فنشوف احنا حتى اطلع يعني كحال، يعني حتى اراوي الحل المقابل، أقول له إنه أرسم الدائرة مثل وضعها بالدائرة الاعتيادي، وأرسم اتجاهات التيارات. يعني أنا عندي نتيجة تأثير المصدر الأول، تأثير المصدر الأول اتجاه بهالاتجاه، المصدر الثاني تأثيره بهالاتجاه، بالنتيجة أدي ال وين الحل؟ بالنتيجة هنا لو أجي أطرح الفور من الواحد ونص راح يطلع لي 2.5 باتجاه الأعلى. حتى بعد ناخذ examples أكثر باستخدام superposition، أريد أطلع التيار بال 6 ohm resistor وأريد أطبقها على الباور، أشوف إنه تنطبق على الباور أو ما تنطبق. راح اخذ اول مره تاثير المصدر اللي هو 36 فولت، مصدر الفولتج سورس. شو راح اسوي؟ سورس قلنا تاثير عندي مصدرين، واحد فولتج سورس واحد كارنت سورس. اذا اخذ هذه الدائره قلنا اذا اريد التاثير، بس الصوت ده يقطع يمك دكتور. الفولتج سورس نسوي شو اسمه شان شورت سيركت، وهذا الاوبن سورس حنحوله الى اوبن. اي يعني هسه انا اريد اول مره تاثير الفولتج سورس. زين فمعناته الغي هذا، شو احط بمكانه؟ احط بمكانه اوبن سيركت، حتكون الدائره بهالشكل هذا. انا اريد احسب التيار بال 6 اوم، اذا هذا كانه ما موجود عندي بالدائره. فاذا تيار بال 6 اوم حيكون؟ حيكون المصدر اللي هو اي اوفر توتال ريزيستنس اللي هي الار 1 بلس الار 2. معناتها الـ I2 داش راح يكون الـ E over الـ R total، أطلع قيمته راح يكون عندي 2 أمبير. زين هسه راح أجي تأثير المصدر الثاني. إذا دا أخذ أني تأثير الـ current source، إذا الـ voltage source هذا شو راح أحط بمكانه؟ راح أحط بمكانه short circuit، حتكون عندي الدائرة بهالشكل هذا. زين هسه إيش صار عندي؟ صار عندي current source ويا 2 resistances اللي هي R1 و R2، وأريد أحسب التيار بالـ I بالـ R2. شو راح احسبه بيا طريقه؟ شو يعتبرون هذول الار 1 والار 2 هسه اشتروا؟ كانما شو نعتبرهم؟ قام وحده يعني اي شو مربوطين؟ امبارال مربوطين امبارال. فاذا ايش حستخدم؟ حستخدم كارن ديفايدر رول حتى اطلع التيار بالار 2. اقول انه التيار الكلي في الار 1 على
R1 plus LR2. نستخدمها بالcurrent divider rule. I2 dash أكتب أقول الI2 dash equal الR1 by I over الR1 plus الR2. هطلع قيمتها راح تطلع لي 6 أوم. باتجاهها وين حيكون؟ حيكون اتجاهها إلى الأسفل. طبعاً هنا أنا بالحالة الأولى أيضاً حيكون عندي اتجاهها للأسفل. فإذا بالنتيجة الكلي التيار الكلي أجي أرسمه بالحالة الأولى التيار حيكون للأسفل قيمته 2 أمبير. بالحالة الثانية راح يكون أيضاً للأسفل وقيمته 6 أوم. إذن النتيجة الكلية راح أجمع الآي 2 داش بلس الآي 2 دبل داش راح يطلع لي قيمة التيار الكلي للأسفل قيمته 8 أمبير. زين إذا صرت أطبق السوبر بوزيشن على خلينا نقول على الباور يصير لو ما يصير نشوف نختبر العملية. الباور إذا بالكلية إذا استخدمت القانون إنه قلت التيار الكلي باي الآر إيش حيكون عندي الآي يعني الآي توتال كارنت باي آر إيكوال الأيت طلعناها اللي هي توتال كارنت باي 6 أوم راح يطلع لي 384 وات. زين إذا أردت هسه أشوف العملية اللي هي خلينا نقول مو صحيحة نقول إذا أردت أطبق السوبر بوزيشن على الباور حيصير عندي نفس النتيجة لو لا. فشنو أقول البي نتيجة تأثير المصدر الأول هو الآي 2 داش سكوير باي آر واللي هو طلع لي بالقيمة مالته 2 أمبير سكوير باي 6 يطلع لي 24 وات. الـ P2 كذلك يساوي لـ I2 دبل داش سكوير باي R أعوض بالقيم اللي طلعتها احنا طلعنا الـ I2 داش بالحالة الثانية هو 6 أمبير سكوير باي 6 إذن يطلع لي 260 وات. لو جيت جمعت طبقت السوبر بوزيشن قلت على الباور جمعت الـ P1 والـ P2 راح يطلع لي 240 بينما أنا اللي مطلعته الحقيقي هو إيش قد 384. فإذا معناته أثبتت بأنه سوبر بوزيشن ما أقدر أطبقها على الباور وإنما لازم أطلع التيار الكلي أو الفولتية الكلية أربعها وأستخدمها يلا أطلع الباور. The result because ليش؟ لأنه 6 plus 2 plus 6 equal 8 أمبير لكن ال 2 سكوير plus 6 سكوير ما يساوي ال 8 سكوير. يعني هنا إذا ربعت الاثنين شو يصير 4 والستة إذا ربعتها يصير 36 حاصل جمعهم يطلع لي 40 مو تمام بينما أنا اللي عندي نتيجة 8 تربيع اللي هي شكل حصير 64 إذا ربعت التيار. الإكزامبل الأخير أريد أطلع الكارنت بال 12 كيلو أوم ريزيستنس. فأيضا عندي هنا نشكل مصدر عندي هنا مصدرين واحد current source واحد voltage source راح أجيب أطبق super position على الدائرة وأخذ تأثير 6 ملي أمبير current source راح أخلي مكان هذا تكون الدائرة بهالشكل هذا. وين أدي أطلع؟ أدي أطلع تيار بال 12 كيلو أوم resistance. عندي تيار يجي الرئيسي اللي هو 6 ملي أمبير راح يتفرع إلى فرعين فرع هنا وفرع هنا. الدائرة ممكن أرسمها بهالشكل هذا يعني الـ R1 والـ R2 in parallel وإن سيريز ويا من ويا هذا الكومبينيشن اللي هي الـ R3 والـ R4. هنا اللي يهمني هو يا تيار اللي تيار يعني هو اللي أطلع تيار 12 كيلو أم واللي هو وين بالدائرة الثانية هنا. استخدم الكارنت ديفايدر رول لانه انا عندي تيار جزء يمر هنا وجزء يمر بالبرانش الثاني. فاذا اقدر اقول انه الاي 2 داش اللي هو هذا ايكوال الار 1 باي اي اوفر ار 1 بلس الار 2 يطلع لي النتيجه مالته 2 ملي امبير. هذه الايفكت اوف الكارنت سورس. هسه راح اخذ تاثير المصدر الثاني اذا هذا لازم اسوي له راح اسوي اوبن سيركت. هتكون الدائرة عندي بهالشكل هذا وأريد أطلع التيار بال 12 كيلو أوم ريزيستنس نتيجة تأثير هذا المصدر. مش راح أستخدم أقول إنه أني عندي هذا المصدر هو
ايش تعتبر هذه دائره الار 1 والار 2 بس ايش تعتبر يعني هسه هي الدائره هذه نقدر نرسمها في الشكل هذا مو تمام وين نقطتين مشتركه شلون فرار هذه هاي نقطه مشتركه تعتبر نقطه واحده اي هذه اذا هم شو يعتبرون هنا هسه يعتبرون سيريز تمام هذه وهذه ان سيريز وشقوا عليهم اكو عليهم فولتج سورس اللي هو منا الى هنا اذا هاي 9 فولت وين صايره على هذول المقاومتين اللي هم ان سيريز ايش استخدم الفولتج ديفايدر حتى اطلع الكرنت هنا انا اقدر اقول الاي 2 داش اللي هو هذا اتجاه راح يكون بيا اتجاه راح يكون يطلع هيجي ويمر بهالاتجاه هذا زين وش قد قيمته راح تكون عندي هو 9 فولت على حاصل جمعهم يعني كانما عندي جمعتهم ان سيريز وطلعت التيار الكلي مالتهم اللي هو 9 فولت على حاصل جمعهم يطلع لي 0.5 ملي امبير بيا اتجاه اثبت بهذا الاتجاه من هذه النقطة إلى هذه النقطة. أرجع على القبلة أشوف هنا اتجاه مالته هذا وين راح يكون اتجاهه بهالشكل هذا بهالاتجاه هذا فأشوف هل إنهم متعاكسين لو بهالحالة راح يكون عندي اتجاههم نفس الاتجاه I2 dash والI2 double dash have the same direction through R2 انتبه عليها النقطة يعني أرسم الدائرة وأفحصها زين حتى أشوف اتجاه التيار بيا اتجاه حتى أشوف مجمع أو طرف. فالI2 راح يساوي لI2 داش بلس I2 دبل داش وأجمعهم يطلع لي 2.5 ملي أمبير. هذا عبارة عن 3 sources عندي نفس العملية بالضبط راح أطبقها لكن حطبقها 3 مرات كل مرة على مصدر وبالتالي راح عندي حاصل التيار الكلي راح يكون حاصل جمع ثلاث تيارات نتيجة كل واحد من المصادر فإذا أخذ ما تأثير المصدر اللي هو 12 فولت هذا وهذا راح ألغي تأثيرهم المصدر بالكرنت سورس الكرنت سورس راح أسويه أوبن سيركت الفولت سورس راح أسويه شورت سيركت فراح أصير عندي دائرة بهالشكل هذا إيش حتعتبر هسه هذه الدائرة حتعتبر دائرة سيريز وأني أريد أطلع التيار بالتو أوم ريزيستر إذا التيار راح يمر بهالاتجاه بالتو أوم ريزيستر باعتبار هذا ماينس بلس وأحسب قيمته يعني حيساوي لي بهالحالة دائرة سيريز اعتيادية الـ I1 داش إيكوال الـ E1 أوفر الـ R1 بلس الـ R2 أجمعهم راح يطلع لي 2 أمبير واتجاهها إلى الأعلى بعدين أجي أخذ تأثير المصدر الـ 6 فولت هذا راح يكون عندي شورت سيركت وهذا راح يكون عندي أوبن سيركت راح تكون دائرة بهالشكل هذا ايضا راح يكون عندي دائره سيريز بهالشكل هذا والتيار اللي حيمر بالR1 هو اتجاهه للاسفل يعني عكس الحاله الاولى تكون قيمته 6 over 4 plus 2 فراح يطلع لي 1 امبير واتجاهها الى الاسفل بعدين راح اجي اخذ تاثير المصدر الثالث اللي هو الكرنت سورس هذا راح المصدر الاول والمصدر الثاني راح يكون عندي شورت سيركت فاذا هذه دائره حتكون كأنما دائرة parallel الكرنت هذا اللي راح يطلع لي 3 أمبير راح يتوزع إلى فرعين فرع واحد يمر بالR1 وفرع يمر بالR2 أستخدم الكرنت ديفايدر حتى أطلع التيار اللي بالR1 حيكون عندي 3 by 4 over 2 plus 4 راح تطلع لي قيمة التأثير المصدر هنا أنا راح يكون عندي قيمته تساوي لي 3 أمبير راح تطلع لي هنا 12 over 6 equal 2 أمبير اتجاهها وين حيكون؟ راح يكون اتجاهها للأسفل فإذا عندي نتيجة تأثير المصدر الثاني والثالث اتجاههم إلى الأسفل بينما المصدر الثالث الأول راح يكون اتجاهه للأعلى فإذا ايش حيكون عندي النتيجة؟ لو أجيت أرسمهم هنا هذا نتيجة تأثير المصدر الأول وهذا تأثير المصدر الثاني وهذا تأثير المصدر الثالث هذول حينجمعون ينطرحون من هذا راح تطلع لي القيمة النهائية تساوي لي 1 أمبير فهنا حيكون عندي التيار الكلي لو جيت جمعته 1 plus 2 إيش راح يطلع لي هنا إذا رياضيا يطلع لي 1 أمبير